قال فريق خبراء الأمم المتحدة حول اليمن في تقريرهم أمام مجلس حقوق الإنسان أن جرائم حرب في اليمن محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ارتكبت، وأشاروا إلى خطورة الألغام التي تستخدمها جماعة الحوثي واستهدافهم للمرافق المدنية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية. لقد وثقنا أيضا استخدام الحوثيين للألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات التي ستستمر في قتل وتشبيه وتدمير مستقبل المدنيين لسنوات، فالطريقة التي زرعت بها الألغام في مواقع غير محددة يرتادها المدنيون مع شيء من الإنذار أو غيابه كليا جعلت استخدامهم عشوائيا. قال رئيس فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن كمال الجندوبي يجب على المجتمع الدولي أن لا يغض الطرف عن هذه الانتهاكات والوضع الإنساني في اليمن. وحدد فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أفرادا قد يكونوا مسؤولين عن ارتكاب جرائم، وقدم الفريق قائمة سرية بالأسماء إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي. هذه الدورة كما ذكرت تكتسب أهمية بعد تونس، بيكون هناك نقاش تفاعلي حول هذا التقرير بمشاركة الحكومة اليمنية بممثل وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني اليمني. نامل أن يطلع المجلس بدوره في هذا الجانب ورصد هذه الانتهاكات وتحديد الجهات المنتهكة، تحديدا منظمات مجموعة أو ميليشيات الحوثي باعتبارها الأكبر منتهك للوضع الإنساني في اليمن ووضع انتهاكات حقوق الإنسان. تقرير الخبراء الدوليين حول اليمن الذي جاء متوازنا خلص إلى أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها جماعة الحوثي ترتقي إلى جرائم حرب. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.